كانت السادسه بلوى وفتح يلا يا بلوي كل ملعب يساب طول اسماعيل ومخلوق لعبه قدام الخطيب على صدره وبيشوط كل واحد يعمل مواجهات مع صدره اولا مساء الخير عليكم جميعا. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي عمر بيك لطفي وعن المؤسسين اللي أمنوا بفكرة عمر بيك لطفي وعن حال الأندية في مصر وقت تأسيس النادي الأهلي. طيب مهم دلوقتي بقى أننا نركز جدا مع المحاضر الأولى للنادي الأهلي وحنقراها بدقة شديدة قوي لأنها المحاضر اللي وضعت أسس ونظام صارم سواء في التأسيس أو في لوائح النادي. الأساس والنظام ده هو اللي خلى النادي الأهلي من البداية يسير وفق قواعد ثابتة انتقلت من جيل لجيل من سنة 1907 ولحد النهاردة، لأن أي شيء طالما اتعمل على أساس قوي لازم يبقى البناء بتاعه قوي، ولو اتحط له أساس ضعيف بالتأكيد هيبقى البناء ضعيف. دلوقتي بقى هنفتح أول محضر من محاضر مجلس إدارة النادي الأهلي في تاريخه، محضر جلسة الأربعاء 24 إبريل سنة 1907. في الوقت ده كان مجلس الإدارة بيسمى اللجنة العليا، يعني لو سمعتوا مصطلح اللجنة العليا تعرفوا على طول ان المقصود مجلس الإدارة. تعالوا بقى نقرأ مع بعض نص أول محضر من محاضر جلسة 24 إبريل 1907. اجتمعت لجنة النادي الأهلي للألعاب الرياضية في الساعة 5:30 بعد ظهر يوم 24 إبريل سنة 1907 بمنزل جناب المستر ميتشل أنس وبرئاسته وبعضوية صاحب العطوفة إدريس راغب بيك وأصحاب السعادة والعزة إسماعيل سري باشا وأمين سامي باشا وعمر لطفي بيك ومحمد أفندي شريف سكرتيرا له. تناقشت في أن يطلب النادي من الحكومة ألا تتصرف في فدانين من الجهة الشمالية للأرض وأن تحفظهما على ذمة النادي، وأخيرا قررت على أنه يكفي أن الحكومة تعد النادي بذلك. ثم تناقشت في أن يطلب النادي مساعدة مالية من نظارة المعارف. وهنا عايزين نتفق مع بعض، أول ما نسمع كلمة نظارة نعرف على طول إن معناها وزارة، يعني لما نقول نظارة المعارف يعني وزارة المعارف، ناظر المعارف يعني وزير المعارف. نرجع تاني لمحضر الجلسة. وأخيرا قررت بناء على طلب جناب الرئيس ألا يطلب النادي أي مساعدة من نظارة المعارف الآن، أن يحضر عزت له عمر لطفي بيك مشروع عقد الشركة حسب اتفاق اللجنة بعد المناقشة التي حصلت في الجلسة، وأن يوقع عزت له عمر لطفي بيك على عقد الإيجار الذي سيحرر بين النادي والحكومة بالنيابة عن النادي، وأن يرسل كل من حضرات الأعضاء كشفا بأسماء المكتتبين من معارفهم في حصص النادي وعدد حصص كل مكتتب إلى سكرتير، وأن يدفع كل عضو نصف جنيه مصري للبنك المصري عن كل حصة اكتتب فيها ويكون الإيداع باسم جناب الرئيس، وأن يكفي أن يوقع الرئيس والسكرتير لسحب نقود من البنك، وأن يعين حضرة محمد أفندي شريف سكرتيرا للجنة بما هي شهرية قدرها 6 جنيهات من يوم 8 إبريل سنة 1907 الذي استلم فيه العمل، وأن يحضر سعادة إسماعيل سري باشا خارطة الأرض يبين فيها المحل المناسب لبناء البيت
ومحل مواسير المياه، ثم اكتتب جناب الرئيس في 10 حصص من حصص تأسيس النادي. وبعد ذلك انفض الاجتماع حيث كانت الساعة 6:30. ده كان نص أول محضر للجنة العليا للنادي الأهلي. هندخل مع بعض بقى في تفاصيله والملاحظات عليه. الملحوظة الأولى مهمة جدا، هنلاحظ إن مؤسسي النادي الأهلي ومن اليوم الأول كتبوا محاضر النادي الرسمية باللغة العربية، على الرغم إن في الفترة دي كانت المحاضر في كل المؤسسات بتتكتب إما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، لأن المؤسسين مدركين إن الدور الوطني بيحتم الحفاظ على الهوية. وأول مراحل الحفاظ على الهوية إننا نحافظ على اللغة العربية، لغة الوطن، وتكون لغة محاضر اللجنة العليا للنادي الأهلي هي اللغة العربية. وده اتساق مع الفكر العام للجماعة الوطنية اللي مؤسسي النادي الأهلي جزء منها، الجماعة اللي بدأت مشروعها الكبير بتأسيس كيانات موازية لكيانات الإنجليز اللي تغلغلوا في المجتمع المصري، كيانات زي المدارس العامة والجامعة المصرية وغيرها وغيرها. الملحوظة الثانية، ولأن الغرض كان سامي غرض نبيل، شعار الأهلي فوق الجميع خيم على الجلسة كلها دون إعلام. الشعار اللي ظهر بحروفه وكلماته بعد 85 سنة على لسان صالح سليم سنة 1992. فعلى الرغم إن الفكرة كانت لعمر بيك لطفي، ورغم إنه كان رئيس لنادي المدارس العليا، ورئاسته لنادي المدارس العليا هي اللي أوحت له بالفكرة، إلا إن عمر بيك لطفي ما فكرش لحظة في رئاسة اللجنة العليا للنادي الأهلي. مفيش حد من المؤسسين فكر إنه يطرح نفسه رئيس، لأن الهدف كان أسمى من كده بكتير، كان أسمى من إن أي حد يبحث عن مصلحة شخصية. سابوا الرئاسة لميتشل إنس للاستفادة من وجوده مستشار في وزارة المالية لسهولة استخراج الأوراق الرسمية وإيجاد موقع جغرافي مناسب لاستخدامه كمقر للنادي، لأنه وارد جدا إن الإنجليز يرفضوا الفكرة ويضغطوا على الحكومة لرفضها في ظل الإزعاج اللي بيسببه نادي المدارس العليا واللي رئيسه عمر بيك لطفي نفسه. اللي عمل عمر بيك لطفي ورفاقه يعتبر رسالة رائعة لإنقاذ الذات والإيثار من أجل أن تنجح الفكرة. وعندما يبدأ كيان بهذه القيم النبيلة فلا ننتظر إلا أن يكون كيانا كاملا. اللي سابق دايما ودايما سكتي قصاد، ومهما الدنيا بتعطلني بوصل برضه صناد، لا قدرت يوم ظروف تحدثني ولا صوت عالي بيسكتني، انا صوتي اللي لف الدنيا ولسه بيعلى وينادي. الملحوظه الثالثه بقى، ان المؤسسين ومن اليوم الاول لاقتناعهم بالفكره اشتغلوا بجديه لتنفيذها، ما كانوش بيهزروا. يعني من يوم 8 إبريل لما عمر بيك لطفي عرض الفكرة عليهم بدأ العمل. فلما جه ميعاد الجلسة الرسمية الأولى كان كل واحد منهم فكر في المكان اللي هيتم بناء النادي فيه، إيه أحسن مكان يصلح لنادي رياضي. لما اجتمعوا كل واحد منهم عرض أرض شايف إنها الأفضل، وبعد مناقشات اتفقوا على ان اصلح مكان للنادي موجود في مكان بكر لسه ما وصلوش العمران، في جزيره الزمالك، يعني الجهه المقابله للقاهره وبيربطها بالقاهره كوبري قصر النيل، مكان صحي بس بيعتبر وقتها خارج المدينه. تصوروا ان جزيره الزمالك من 114 سنه كانت بتعتبر خارج المدينة. الجزيرة دي كانت في أوقات الفيضان جزيرة
يعني المية حواليها من كل مكان. ولما يخلص الفيضان كان فرع النيل الصغير اللي هو ناحية الجيزة اللي هو على العجوزة زي ما بنقول دلوقتي بينكشف القاع بتاعه، فبتبقى الجزيرة موصولة بالجيزة وكأنها شبه جزيرة. وفي نص القرن التسعتاشر قررت الحكومة حفرها علشان تبقى عميقة أكتر، وبالتالي المية تبقى فيها على طول، تبقى طول السنة جزيرة سواء في فيضان أو ما فيش فيضان. جزيرة الزمالك بدأ تعميرها في النص الثاني من القرن التسعتاشر. الخديوي إسماعيل لما قرب يفتتح قناة السويس قرر يبني قصر جديد لاستضافة ملوك ورؤساء العالم اللي هيحضروا الافتتاح، وعلى رأسهم أوجيني إمبراطورة فرنسا. وقرر يبني القصر ده في جزيرة الزمالك وسماه قصر الجزيرة سنة 1866. بعد كده اتحول لفندق وبقى اسمه فندق الجزيرة، وبعد كده اسمه فندق عمر الخيام، وحاليا بقى فندق كبير قوي شهير. وبنى كوبري قصر النيل سنة 1869 عشان يربط جزيرة الزمالك بالقاهرة، وبنى كوبري الجلاء سنة 1872 عشان يربط الجزيرة دي بالجيزة، وأنشأ في الجزيرة حدائق زي مثلا حديقة الزهرية. ولما الإنجليز دخلوا مصر سنة 1882 أسسوا للضباط نادي الخديوي الرياضي اللي هو نادي إيه؟ الجزيرة. وده كان في نفس السنة، كان في ديسمبر 1882. وفي عهد الخديوي عباس حلمي تم إنشاء حديقة الأندلس سنة 1900، هي أول ما تعدي كوبري قصر النيل وانت جاي من التحرير هتلاقيها على يمينك على طول. وبعدين حديقة الأسماك سنة 1902، وبعد الكازينوهات بقى ومجموعة فيلات كده قليلة. وكمان اتبنت مستشفى الأنجلو أمريكان سنة 1903، وميناء للسفن الحربية اللي هو حاليا فين؟ حاليا أصبح دار القوات البحرية. وكل ده فين؟ في الجزء الجنوبي للجزيرة اللي اتبنى فيه الأهلي في مواجهة كوبري قصر النيل. أما الجزء الشمالي فكان عبارة عن منطقة زراعية. بدأ تعمير المنطقة الزراعية دي لما أنشأت أول شركة لبناء المنازل بالجزيرة سنة 1907، ودي نفس السنة اللي تأسس فيها النادي الأهلي. يعني السنة اللي تأسس فيها النادي الأهلي بدأ العمار. بعد اختيار موقع النادي بدأت المناقشة بين أعضاء اللجنة العليا بسؤال: يا ترى النادي يطلب من الحكومة أن تحتفظ له بفدانين من الجهة الشمالية للأرض اللي رسين عليها، ولا كفاية ناخد منها وعد لغاية استكمال أوراق النادي وتجهيز عقد شركة تأسيسه؟ وبعد مناقشات كان القرار نجهز ورقنا الأول وكفاية ناخد وعد من الحكومة بإن النادي ياخد الأرض. وبعدين اتناقشوا في إن النادي يطلب مساعدة مالية من ناظر المعارف، اتفقنا اللي هو وزير المعارف، على أساس إن النادي تأسس خصيصاً للمصريين وعماده هم طلبة المدارس العليا وقود الحركة الوطنية في مصر. لكن مستر ميتشل إنس كان له رأي تاني: نستنى شوية ونأجل طلب مساعدة نظارة المعارف لوقت تاني، يعني خلونا نشوف الأول هل الأسهم هتكفي للبناء ولا لأ. وافقت اللجنة على رأي مستر ميتشل إنس، وبدأت مناقشة بين أعضاء اللجنة العليا في موضوع مهم جدا: النادي ده شكله القانوني إيه؟ ملكيته للمؤسسين ولا لشركة مساهمة ولا إيه بالظبط؟ واتفقوا إن النادي يكون على شكل شركة مساهمة، وأصبح النادي الأهلي أول نادي في مصر
يطبق النظام الموجود في أوروبا في تأسيس الأندية، شركة مساهمة يكتتب فيها الناس بالأسهم عشان يبقى ملك للمساهمين اللي هيعتبروا الجمعية العمومية للنادي. وأول ما اتفقوا على شكل النادي كلفوا عمر بيك لطفي، لأنه طبعا محامي كبير، بعمل مشروع عقد شركة النادي، وكمان أصدروا قرار إن عمر بيك لطفي هو اللي هيوقع كممثل للنادي على عقد إيجار أرض النادي مع الحكومة. ليه تم اختيار عمر بيك لطفي للمهمة دي؟ ليه مش مستر ميتشل إنس رئيس النادي؟ لأن ميتشل إنس مش مصري، فلازم الاحتياط قانونا لأي ألعاب قانونية مستقبلية من الإنجليز ممكن تخلي النادي مش مصري. وبعدين مستر ميتشل إنس معرض لأن وظيفته تتغير أو يسيب مكانه ويغادر مصر، فلازم الأوراق تكون باسم أحد أعضاء اللجنة المصريين، ويمكن يحصل نزاع قانوني فيكون عارف بكل الإجراءات كاملة. ومع إجراءات التأسيس القانونية بدأت عملية جمع الأموال لبناء النادي. كل واحد من المؤسسين عليه انه يجمع اكبر عدد من المكتتبين ويكونوا من المعارف، مفيش وقت نضيعه، ويتم تسليم حصص كل مكتتب لسكرتير النادي محمد افندي شريف، وكل مكتتب هيدفع عن كل حصه من الحصص اللي اكتتب فيها نص جنيه. الحصص دي يعني الاسهم. الكلام ده معناه ان كل واحد هيشتري عدد من الاسهم هيدفع مبدئيا نص جنيه عن كل سهم. يعني لو مثلا هياخد 10 اسهم يبقى هيدفع 5 جنيه. المبلغ ده مبدئي لحد ما يقرروا قيمه كل سهم هيكون كام، وبعدها اللي خد سهم هيكمل قيمته. واتفق اعضاء اول لجنه عليا للنادي ان المبالغ دي هيتم توريدها لبنك اسمه البنك المصري. وعلى فكرة البنك المصري ده ما كانش بنك مصري، ده بنك انجليزي اتأسس سنة 1856 ومقره لندن، وكان له فرع في القاهرة. والبنك ده اتأسس عشان يمول عمليات التجارة المتبادلة بين مصر وانجلترا. في الوقت ده ما كانش لسه في بنوك مصر. وتم الاتفاق ان الايداع هيتم باسم ميتشل إنس رئيس اللجنة العليا. الإجراء ده لغاية ما النادي يخلص الأوراق الرسمية ويفتح حساب باسم النادي، وده اللي تم خلال شهرين من القرار، وهنشوفه في المحاضر اللي جاي. واستكمالاً للعمل المؤسسي، وطالما في فلوس يبقى لازم يتم تحديد مين اللي هيوقع على شيكات سحب الأموال من البنوك. فكان القرار بأن أي صرف يكون بتوقيع رئيس النادي وسكرتيره، وده بمقتضى الوظيفة ولحين تعيين أمين للصندوق. شفتوا إزاي؟ النادي الأهلي من البداية قام على العمل المؤسسي نظام مالي صارم، نظام إداري منضبط زي أي مؤسسة كبرى. وعشان كده صدر القرار باعتماد تعيين محمد افندي شريف سكرتير للنادي، واصبح محمد افندي شريف اول موظف واول سكرتير في تاريخ الاهلي. وزي ما قلنا قبل كده، تعيين محمد افندي شريف سكرتير للجنه كان قرار عبقري، القرار اللي حفظ سجلات النادي وبالتالي حافظ على تاريخه. وعشان نعرف قيمة القرار ده كفاية نأكد ان مفيش نادي مصري اتأسس في مطلع القرن العشرين بيملك سجلات محاضر مجلس الإدارة كاملة منذ التأسيس سوى النادي الأهلي. آخر قرار في أول جلسة رسمية كان التخطيط للبناء، بناء النادي نفسه ومنشآته، وتكليف إسماعيل سري باشا بعمل تخطيط للأرض
وبيت النادي والبنية التحتية، وأن يحضر سعادة إسماعيل سري باشا خرطة الأرض بيبين فيها المحل المناسب لبناء البيت ومحل مواسير المياه. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن إسماعيل سري باشا مهندس له اسم كبير وأعمال عظيمة، واحد من أمهر مهندسي العالم، فطبيعي يتم تكليفه بالعمل ده. والبيت هو بيت النادي، وكان بيطلق عليه الكلاب هاوس. ويمكن فضلنا في النادي نقول على المبنى الاجتماعي كلاب هاوس لحد الثمانينات تقريبا. كنت فين في الكلاب هاوس؟ تعالى نتقابل قدام الكلاب هاوس. وفي نهاية الاجتماع مستر ميتشل إنس قام بلفتة جميلة قوي، قرر الاكتتاب بشراء 10 أسهم من أسهم. أهم حاجة ظهرت في الاجتماع الأول النظام، وضع كل شيء في نصابه وكل فرد في مكانه. مفيش حاجة كده متروكة للصدفة، جدية ونظام مؤسسي استمر منذ التأسيس وحتى اليوم، وتكلفات محددة لكل فرد في اللجنة العليا. الاجتماع استمر ساعة واحدة، لكنها ما كانتش مجرد 60 دقيقة، دي دقايق تاريخية سجلها التاريخ كأول اجتماع رسمي للجنة العليا للنادي الأهلي، وأعلنت رسميا تأسيس أبو الأندية المصرية والعربية والأفريقية للنادي. انفضت الجلسة الأولى واتكلمنا عن تفاصيلها، ودلوقتي نفتح محضر اجتماع الجلسة الثانية للجنة العليا للنادي الأهلي. محضر جلسة الجمعة 10 مايو 1907. هنا العرف جرى انهم يشيلوا الالف ويقولوا على 907 908 910، فمعظم المحاضر شايلين منها الالف، يعني مش غلطة مني. اجتمعت لجنة النادي الاهلي للالعاب الرياضية في الساعة 6 بعد ظهر يوم 10 مايو 1907 بمنزل جناب المستر ميتشل انس بالجيزة، برئاسة جنابه وبعضوية أصحاب السعادة والعزة إسماعيل سري باشا وأمين سامي باشا وعمر لطفي بك ومحمد أفندي شريف سكرتيرا له. على فكرة أصحاب السعادة كانت بتطلق على الباشوات، وأصحاب العزة كانت بتطلق على البكوات. نكمل. عرض على اللجنة مشروع عقد الشركة المحضر بمعرفة صاحب العزة عمر لطفي بك، وبعد المناقشة قررت بعض تغيير فيه. ثم عرض عليها الرسم المحضر بمعرفة إسماعيل سري باشا لبيت النادي، وقررت عمل رسم آخر للبيت حسب اقتراح جناب الرئيس، وقررت أن يكون محل البيت في الزاوية الشرقية القبلية للأرض، وأن تكون واجهة البيت شمالية. ثم انفض الاجتماع. وعلى فكرة الزاوية الشرقية القبلية دي جنب صالة راديو، يعني ناحية مستشفى المعلمين. ده كان نص تاني محضر للجنة العليا للنادي الأهلي. ندخل بقى في تفاصيله والملاحظات عليه. أهم شيء لفت الانتباه في محضر الجلسة التانية إن لو رجعنا لمحضر الجلسة الأولى للجنة العليا للنادي الأهلي هنلاقي تكلفين واضحين. الأول أن يحضر سعادة إسماعيل سري باشا خرطة الأرض يبين فيها المحل المناسب لبناء البيت ومحل مواسير المياه، والتاني أن يحضر عزت له عمر لطفي بك مشروع عقد الشركة حسب اتفاق اللجنة بعد المناقشة اللي حصلت في الجلسة. ولأن العمل جاد وكل واحد عارف مسؤولياته وقيمة اللي بيقوم بيه، ففي الجلسة التانية كان المكلفون بالعمل حاضرين. إسماعيل سري باشا جهز رسومات للنادي،
ومبناه الإداري أو بيت النادي اللي هو الكلاب هاوس زي ما قلنا. واقترح مستر ميتشل إنس عمل رسم تاني للمقارنة بينهم واختيار الأفضل. وعمر بيك لطفي جهز مشروع عقد شركة النادي، ودارت مناقشات بين المؤسسين وطلبوا بعض التعديلات عليه. وفعلا عمر بيك لطفي جهز عقد شركة النادي الأهلي بعد التعديلات المطلوبة، وقع عليه المؤسسين يوم 26 مايو 1907. وكان نص العقد كما يلي: عقد شركة تأسيس النادي الأهلي للألعاب الرياضية، قد تألفت بين الموقعين عليه، وكل من يقبل هذا العقد فيما بعد شركة مدنية باسم شركة النادي الأهلي للألعاب الرياضية. الغرض منها استئجار قطعة أرض من الحكومة المصرية للمدة وبالشروط التي يحصل الاتفاق عليها، وإقامة الأبنية اللازمة للألعاب الرياضية على هذه القطعة، وإدارة النادي وذلك بالشروط الآتية: المادة الأولى، رأس مال الشركة 5000 جنيه مصري منقسم إلى 1000 حصة كل منها 5 جنيهات مصرية، والجمعية العمومية للشركة الحق دائما في زيادة رأس المال المذكور، ويجب أن يدفع يوم التوقيع على هذا العقد 1 جنيه مصري عن كل حصة، ويقرر مجلس الإدارة كيفية دفع الباقي. المادة الثانية، حصص كل واحد من الشركاء اسمية وتبقى كذلك، فليس لصاحبها أن يتنازل عنها إلا لأحد الشركاء أو لأحد أعضاء النادي، وكل تنازل عن حصة يؤشر به على سندها ويسجل في سجل يعد لذلك بسكرتارية النادي. المادة الثالثة، مدة هذه الشركة 10 سنين ويجوز إطالتها بقرار يصدر من الجمعية العمومية ومركز الشركة بمحل النادي. المادة الرابعة، تعتبر الشركة مالكة للأبنية وكافة الأموال المنقولة مع قيامها بما يكون عليها من ديون، ويضمن الموقعون على هذا العقد سير النادي مدة 3 سنوات كل بقدر الحصص التي اكتتب فيها. المادة الخامسة، يخصص على الترتيب الآتي من إيراد النادي سنويا: أولا، مبلغ للمصروفات الضرورية عن السنة الجارية. ثانيا، مبلغ 10% من الإيراد السنوي بصفة احتياط. ثالثا، مبلغ يكفي لدفع فائدة قدرها 4% لحصص الشركاء، وما بقي بعد ذلك يخصص منه 50% لاستهلاك الحصص بطريق الاقتراع، وما يستهلك منها يعوض بحصص انتفاع لا يدفع لها الفائدة المتقدم ذكرها، والباقي يوزع بالتساوي ربحا بين حصص الشركاء وحصص الانتفاع، ما لم يقرر مجلس الإدارة جعل هذا الباقي كله أو بعضه رأس مال متداول، أو تخصيصه لتوسيع أعمال النادي أو لإنشاء رأس مال احتياطي خاص. المادة السادسة، تتألف لجنة النادي من الموقعين على هذا العقد، وتبقى لها هذه السلطة مدة 3 سنوات الأولى تبتدئ من يوم افتتاح. المادة السابعة، بعد مضي 3 سنوات المذكورة للجمعية العمومية للنادي انتخاب لجنة أخرى تتألف من 9 أعضاء، يجب أن يكون من ضمن أعضاء هذه اللجنة 5 من أصحاب حصص الشركاء. المادة الثامنة، تعيين حضرة عمر لطفي بك بمقتضى هذا العقد وكيلاً عن الشركة للتوقيع مع الحكومة على عقد استئجار قطعة الأرض الكائنة بالجزيرة. المادة التاسعة، تنتهي هذه الشركة في مدة 50 سنة على الأكثر،
ومع ذلك إذا لم ينجح النادي بعد مضي السنوات الثلاث الأولى ونال الشركة خسارة محسوسة بأن زادت مصروفتها عن إيراداتها، جاز للجمعية العمومية للشركاء أن تقرر تصفيتها، وتحصل التصفية ببيع كافة الأموال المملوكة منقولة أو غير منقولة، إما بالممارسة وإما بالمزاد العلني. وبعد دفع كافة الديون يقسم الباقي بمقدار ما دفع من رأس المال على الحصص التي لم تستهلك، وما يزيد على ذلك يقسم بين حصص الشركاء وحصص الانتفاع. المادة العاشرة: كل ما يتعلق بسلطة الإدارة والجمعية العمومية وشروط قبول الأعضاء في النادي وتعيين قيمة الاشتراك وغير ذلك يبين بعده في قانون يعمل بمعرفة الموقعين على هذا. دي مواد عقد شركة تأسيس النادي الأهلي للألعاب الرياضية. هي ممكن تكون محتاجة لمتخصصين يفهموا تفاصيلها، لكن مهم جدا إننا نعرفها، وهتعرفوا إن بعض مواد العقد ده مهمة جدا لو ربنا أحيانا وأحيانا. الحلقة القادمة